أستاذ أحمد بداخل التغريدة كمان تحدث عن أغنية بالبنط العريض وعدى الكلام لسعد المجرد على أنه هؤلاء الأعمال اللي هتات تعتبر، وكأنه عم بيقول أنه أماكن السهر منهت. برأيك كمتابع وكمستمع، شو رأيك بهالثلاث أعمال، أماكن السهر، بالبنط العريض، وعدى الكلام، اللي هن اليوم أحدث الأعمال والأعمال اللي عم نسمعهم أكتر شيء على الإزعاد؟ خلينا برضو نكون منصفين، يعني عشان ما نقولش إن إحنا منحازين لطرف على حساب طرف. دايما رجع الحكاية للأرقام، الأرقام هي اللي بتتكلم عن نفسها. لو دخلنا على اليوتيوب هتشوف مين الأكثر مشاهدة، هتشوف مين الأكثر ارتباطا بالجمهور، أو الجمهور متعلق بمين أكتر. قد تكون بأغنية، مش بفكرة الفنان نفسه، يعني ممكن تكون نغمية عمرو دياب تفوق أسماء تانية وبتاع حاجات كده، لكن في نفس الوقت مدام ما يحولش او يمنع انه في ناس بتقدم اعمال الجمهور بيبقى حاببها ومرتبط بيها اكتر من اعمال كتيرة للفنانين الكبار، يعني فانا دايما بحل الحكاية دي كلها للارقام. فخلينا نقول ان بالبنط العديد من ساعة ما طلعت وهي في حالة اكتساح. بدي اسال بس عن موضوع تامر حسين الجسمي، اللي بوجه له تحيه كثير كبيره، عن ما يعني يؤدي او يغني، اكيد هو فنان كثير كبير، عن ما بيقدم الاعمال المصريه. حسين الجسمي دائما بيشكل حاله بالشارع المصري. هو 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 في مصر حسين الجسمي، مش عايز اقول لك، يعني من اكثر النجوم العرب شهره ومحبه من الجمهور المصري. يعني الراجل ما خلاش لون ما غناهوش مصري، عاد أغاني قديمة النجات ونجحت نجاح باهر وكبير جدا. غنى وطني وغني الوطنية، عايز أقولك هي الأكثر انتشارا بين الجمهور المصري. غنى شعبي مصري، ومع ذلك برضو الأكثر والرومانسي كمان نجاح. بحبك وحشتيني. بالضبط. طبعا فحسين الجسمي هو حالة مع الجمهور المصري، هنا حالة خاصة جدا، حالة خاصة جدا مع الجمهور المصري. ما تقدريش تقولي عليها يعني دي هتبقى مرتبطة بأغنية ولا بفكرة لحن ولا